سيدنا جبريل عليه السلام، فكان جبريل ينزل يعني بالغضب وينزل بالإنذار، فالمدرستين موجودين، فلا مانع ان احنا نسمع لهذا ونسمع لهذا، اللي عايز يرد يرد، لكن طريقة الرد هي المفروض ان هي تقنن وتؤطر وتنظر. والرد الشعبوي او الفوضوي دايما لا يأتي بخير، اما المقاطعة اللي هي انا اسف العامية ستضرون اكثر من هتضر، واما ان احنا نسخن ونروح نعمل مظاهرات او نعمل حرائق او نعتدي على سفارات، وده طبعا مرفوض يعني كليا. والرد المؤسسي هو الرد المنطقي، وانا اعرف ان الازهر يتبنى مركز كامل اسمه مركز رصد، كل يوم بيتابع ايه اللي يقال على الاسلام في شتى بقاع الارض، وفي علماء متخصصين بيردوا، لكن للاسف نخليهم يشوفوا شغلهم بيشوفوا يعني، لكن للاسف هي يعني مش بنصحك انا بنصح المشاهد يعني بقول احنا يعني نسيبهم يشوفوا شغلهم. أنا يعني انا بقول للمشاهد ان يا ريت ان احنا نشوف نسيب المتخصصين والاكفاء اللي هم ده دورهم بيقوموا بالرد وبالتراسل وبإيضاح جلاء الأفهام وبجلاء الشبهات والردود على الشبهات، يعني ما نعملش خلط الأدوار طب الأدوار. ممكن نحدد يا سيدنا لو هنكلم المشاهد دلوقتي هنقول له دلوقتي أنت كفرد مطلوب منك إيه، ثم أعلى شوية المؤسسات مطلوب منها إيه، أعلى شوية الحكومات مطلوب منها إيه. أول حاجة أنا سعيد جدا بالموقف ده علشان المنبطحين بالمجتمع الغربي يقولك شايف الحضارة، شايف معرفش ايه، كل ما واحد غربي يشرب كوباية ما يقولك طبعا ناس فاهمة ناس مثقفة ناس الخواجم يا جماعة الورقة التوت سقطت وشفتوا الأقنعة الحقيقية عند البعض منهم، مش هتكلم بشكل فيه تعميم لأن القرآن لا يعمم. فأنا حضرتك عاوز أقولك أنه ده مهم جدا علشان الناس التي تنخدع بالنموذج الغربي وتفترض فيه الصواب دائما، لا هم بشر مثلك يصيبون ويخطئون والتعميم فكرة غير مقبولة. الأمر الثاني اللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نفعله أن نترك أهل الحكمة والخبراء ما نقومش بدور مش دور. هيجي واحد يقول لك لو ما فيش ضغط من الرأي العام، ها مخلينا نتكلم بمنتهى الصراحة، لو ما فيش ضغط من الرأي العام ربما يتهاونوا يتكاسلوا يعملوا موائمات، خاصة وإن في ناس في مجموعة كده عندك دايما تشكك، انت احنا قاعدين بنتكلم ده يقول لك هتلاقي قصدهم برضه يعملوا تعليمات جالهم تعليمات جالهم تعليمات حاجة عجيبة يعني. بقول لك لا هو لو ما فيش ضغط من الرأي العام ما حدش هيتحرك، فاحنا كنا لازم نضغط. الحمد لله الأزهر تحرك الحمد لله قبل أن يتحرك أو يستيقظ الرأي العام، قبل أن يعرف أصلا معظم الناس إيه الموضوع بالظبط كده. بس أنا أعيب على الرأي العام إنه هو بينشر الشائعة قبل أن ينشر أو أكثر مما ينشر الرد، يعني بيبقى فيه شائعات كتيرة يروجوا للشائعات في السوشيال ميديا وفي صفحات الفيسبوك، ولما يطلع رد من الأزهر الكل يتجاهله. لسه لغاية أول أمس بعت لي واحد رسالة فين من يعني الشبهات القديمة جدا من أيام الإمام الشافعي، يعني يقول لك يا عم رد على ده، يا سيد الفاضل أنت فاكر إن مفيش حد رد على ده لغاية دلوقتي، ده من أيام الإمام الشافعي وهذه الشبهات ترد عليها، لكن للأسف الناس بتبحث وراء الشبهات وتروجها، ولما يجي يطلع رد علمي رصين سواء من مؤسسة تعليمية زي الأزهر أو غيره أو غيرهم نلاقي الرد أو الانتشار بتاعها. أنا بعمل إيه بقى دكتور عبد الشافي؟ أنا برد على الصفحة بتاعتي على فتاوى كتيرة لا حصر لها، فأفاجأ ان في سؤال متكرر ما فيش فايده. طب ما انا كتبت فيه بحث طويل مثلا في صفحتين ثلاثه في الرد على السؤال، هكتب الصفحتين ثلاثه تاني هو عايز كده بقى على طول كل ما تعل له عارف انظر صفحه كذا اعمل كده، فالرد يقول لك ايه بص على الحيطه والله رد على كده رد يا جماعه سبق الرد في حتى كذا. في مواقع كتير على النت يقول لك ايه سبق الاجابه بفتوى رقم راجع كذا فتوى ارجع راجع الفتوى رقم هو ده مهم جدا. انا بس عاوز اقول انه بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الامر يدعونا الى فهم المنطق القراني في التعامل مع السب. عندما يقول القران واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا ليست هذه يقول تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فلما القران يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله بلاحظ دلوقتي ان في اتنين سبب ومسبوب، واضح تماما ان ربنا سبحانه وتعالى نهاك انك تبادر، فقال لك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هو بيتكلم دلوقتي عن كفرة ايا كانوا بقى خلاص. المشكلة ان القرآن التمس العذر لهم ولم يلتمسه لك،
فالقرآن بيقول فيسبوا الله عدوا بغير علم. بغير علم. الله على شوف النص القرآني الله الله جهل منهم يعني. هو جاهل، انت جاهل، انت مش جاهل، فما تنزلش لمستوى الجهل. نعم. شوف الدقة القرآنية التربوية، اوعى تنزل لمستوى الجهل، اوعى ترد الإساءة بالإساءة، اوعى ترد السب بالسب، اوعى ترد لا